السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدي ومتابعي قناة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة سوف أعلق على تساؤل جاءني من بعض الإخوان بعد وضعي للفيديو الخاص بالولاية التي تدفع 10,000 دولار لكل شخص يريد الإقامة فيها، والأمر يتعلق كما قلت بولاية فيرمونت التي تدفع يعني شيك ب10,000 دولار لكل إنسان ينتقل للعيش في تلك الولاية، بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي ذكرت في الفيديو السابق، وهي أنه يجب عليه العمل من المنزل. قلت من المنزل وليس أي عمل يعني في الولاية، يجب أن يشتغل من منزله وأن يكون العمل خارج الولاية. أوكي، وشرحت جميع الأمور التي تتعلق بذلك. وعندي أصدقاء يعني في ولاية فيرمونت عندما شاهدوا الفيديو يعني اتصلوا بي وأخبروني بأن هذا الأمر يعني ما زال صراحة مستمرا، وهناك أناس انتقلوا من بعض الولايات الأخرى للعيش في فيرمونت رغم أنها معروفة كما قلت بجوها أو مناخها شيئا ما أرى البارد والذي يعرف تساقطات للثلوج، لكن يعني إذا كان الإنسان يريد تغيير حياته وتوفرت فيه تلك الأمور لما لا يجرب مثل هذه الأمور. ودائما أركز ودائما أشرحها في فيديوهاتي منذ أن بدأت في هذه القناة، وأقول حسب يعني معلوماتي الشخصية الولايات الشمالية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من الولايات الجنوبية، والدليل على ذلك يمكنكم البحث للتأكد منها صحة كلامي. الجنوب يعني باستثناء بعض الولايات، فالجنوب أغلبية الولايات فقيرة. أنا أعطيكم مثال، أفقر ولاية ربما هي ولاية ميسيسيبي، أفقر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنكم الاطلاع على ذلك هي ولاية ميسيسيبي. هناك العديد من الناس يعني ينتقلون من هذه الولاية مثلا إلى فلوريدا، أو يذهبون إلى ميزوريا، أو يذهبون إلى تكساس وغيرها من الولايات. هناك ولاية لويزيانا كذلك، هناك العديد من الولايات هنا في الجنوب التي يعني اقتصادها غير قوي كبعض الولايات الشمالية، والتي يعني أغلبية الولايات الشمالية يعني مشكلها الكبير هو الجو، الطقس، يعني طقس بارد، يعني مثلا مينيسوتا او نورث كارولاين عفوا نورث داكورا ساوث داكورا مونتانا، هذه الولايات. اوكي، فكما قلت التساؤل كان يتعلق بولاية اخرى، طلبوا مني ان اقوم بوضع فيديو خاص بها، وقال بعض الاخوة انهم ليسوا متأكدين من هذا الامر هل هو صحيح ام لا، والامر يتعلق بولاية ألاسكا. فالتساؤل كان هل صحيح أن ولاية ألاسكا تدفع أموال لساكناتها؟ نعم، الولاية المعروفة والمشهورة عالميا وهي ولاية ألاسكا تدفع شيك دائم ب1,000 دولار لساكنتها، يعني لكل شخص يأخذ 1,000 دولار. أوكي، الأمر يتعلق كما قلت، والقصة يعني طويلة وربما علي اختصارها في بعض يعني النقاط، لأنه عندما اكتشفت ولاية ألاسكا النفط، وهناك ما يسمى بخليج برودو معروف في ولاية ألاسكا، خصصت جزءا من إيرادات ذلك النفط لإنشاء صندوق ما يسمى صندوق الادخار عام 1982، وكما قلت يتلقى سكان الولاية سنويا حصصا من أرباح الاستثمارات، بمعنى أنه حاكم الولاية آنذاك مثلا عندما بدأ يعني اكتشاف البترول واكتشفوا هناك حقل في خليج برودو بأنه فيه احتياطات ضخمة من البترول، قرروا إنشاء هذا الصندوق، وقرروا أن يقوموا بجمع يعني تقريبا 30 ربما أعتقد 30% أو 13% من عائدات النفط ووضعها في ذلك الصندوق وتوزيعها على الساكنة على المواطنين حتى يستفيدون من عائدات النفط. أوكي، هذا يعني الأمر مع الأسف هو ما يعني لا نلمسه في بعض دولنا العربية. فعلى سبيل المثال مثلا كمغربي نعلم أن في المغرب هو أكبر مصدر للفوسفات عالميا،
وهذه ثروة وطنية، ورغم ذلك يعني لا يتم توزيع هذه او ايرادات او عائدات هذه يعني الطاقة او هذا الشيء على المواطنين المغاربه. فهذا من الامور التي يعني نلاحظها مثلا في الغرب، ونلاحظها في بعض الدولين العربيه. هناك بعض الدول الخليجيه، لا اعلم يعني لا اريد الدخول في هذه الامور، يعني كما نعلم هناك عديد من الدول الخليجيه الغنيه بالبترول، ولكن لا اظن حسب علمي المتواضع ان هناك صندوق دائم، اقول دائم، لجمع إيرادات النفط مثلا وتوزيعها يعني تقريبا بالتساوي على المواطن، بالتساوي، ليس أن شخص يأخذ $1000 وشخص يأخذ $100، بالتساوي. هذا هو الأمر المختلف هنا في ولاية ألاسكا. فولاية ألاسكا يعني ذلك غالبا له يعني هذا التوزيع المال الذي يوزع كل سنة من عائدات النفط هنا في ألاسكا، فهو يوزع حسب يعني ما ادخروا من الإيرادات. يعني ليس هناك شخص يأخذ $1000 وشخص يأخذ $200، بل شيك دائم كما قلت لهذه للساكنة. فنعم صحيح ألاسكا تدفع، لكن المشكل في ألاسكا هو البعد. يعني أعلم أن هناك مغربيين يقيمان بألاسكا، أعرفهم شخصيا. هناك بعض العرب يعني خصوصا فلسطين والأردن، صدفت صوماليين لما كنت أقطن في ولاية مينيسوتا، كانوا يذهبون من أجل الاشتغال في الصيد البحري، لأنه هذه من الأشياء المشهورة على ولاية ألاسكا. العديد من الناس يذهبون إلى ألاسكا من أجل الاشتغال في الصيد البحري في أعالي البحار، يعني يذهبون في أعالي البحار من أجل الصيد مدة 6 أشهر لسنة وكذلك، وهكذا يدفعون يعني جيدا. هناك تأمين، هناك العديد من الأمور، لكن كما قلت الناس الذين صادفت أغلبهم ذهبوا لمدة مثلا سنة سنتين 3 سنوات، جمعوا أموال، رجعوا عملوا يعني بيزنس. وهذا الأمر معروف بالنسبة هناك في مينيسوتا. تجد مثلا السودانيين عندهم محلات بقالة، صوماليين عندهم محلات بقالة، مطاعم. فهذا الأمر، فهناك بعض الناس من هؤلاء كما قلت ذهبوا إلى يعني ألاسكا واشتغلوا هناك في ما في 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 الصيد البحري. بالنسبة لهذه الأموال كما قلت فهي توزع نعم على ساكنة ألاسكا مطلع كل شهر أكتوبر من كل يعني سنة. وقد في سنة 2016 يعني قام حاكم ولاية ألاسكا بتخفيض هذه الإيرادات شيئا ما، الشيء الذي دفع يعني الساكنة للتذمر، لكن تم يعني إصلاح الأمر. وما زال كما قلت إلى حد الآن ساكنة ألاسكا يستفيدون من هذا يعني الشيك. فهذا كل ما يتعلق بولاية ألاسكا. ربما هناك ولايات أخرى تدفع بمقابل، يعني مثل فيرمونت التي قلت يجب أن تجد شغل من المنزل. فألاسكا أي واحد ساكن هناك في ألاسكا فهو يعني يستفيد من هذا الأمر. هذا هو كل ما يتعلق بهذا الأمر. نعم هو صحيح بأن ألاسكا تدفع $1000 لساكنتها مقابل يعني أو اقتطاعا أو استفادة من عائدة الضرائب النفط التي توزع على المواطنين. أتمنى أن يكون هذا الموضوع قد أفادكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.